صباحو، لما نهرب من الشغل نروح نفطر برا. شوف هنفطر ايه دلوقتي بنتي، هتروح نبدا نفطر واقول لكم احنا قاعدين فين دلوقتي. في مدينه نصر. احنا دخلنا فين دلوقتي؟ دخلنا في سينابون، فرع حديقه الطفل في مدينه نصر. كان عندنا مشوار في مدينه نصر فقلنا نيجي نفطر انا وبنتي. المكان ده في سينابون وفي مزارع دينا وفي تاني كافيهات تانية حلوة قوي قوي. وتنصح الواحد يجي يتمشى كده ويزوغ من الشغل زي ما احنا مزوغنا كده. هوريكم هنفطر ايه. تعالوا افطروا معايا. احلى حاجة تاكلي سينابون كلاسيك تحفة مع الشاي او لاتيه. بس هما النهارده ما كانش عندهم شاي، انا بحبه جدا مع الشاي. تمت عمليه الفطار بنجاح. هنا بعد ما فطرنا خلاص مروحين. يا ريت كل يوم نعمل كده بس الظروف. الجو كان رائع والشمس حلوه. يسعد صباحكم بكل خير.